مرحبا، بدي احكي اليوم عن الاسبوع من الاثنين 16 نيسان ابريل للاحد 22 نيسان ابريل. بهذا الاسبوع في امور مهمه عم بتصير. اولا انه اليوم صباحا الاثنين 16 نيسان ابريل صار في عنا قمر جديد ببرج الحمل، طبعا لانه القمر والشمس اثنيناتهم موجودين ببرج الحمل بتمام الساعه 5 صباحا بتوقيت بيروت. لكن بهذا النهار على الساعة 11:52 دقيقة قبل الظهر بتوقيت بيروت، القمر رح ينتقل من برج الحمل لبرج الثور الترابي، وهذا أمر جيد رح بيكون للأبراج الترابية لأنه رح تبلش تحسن عندهم الأمور نسبيا. ويستمر القمر ببرج الثور من الاثنين، من يوم الاثنين الساعة 11:52 دقيقة صباحا توقيت بيروت حتى الأربعاء 18 نيسان ابريل حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج الجوزاء وبيبقى ببرج الجوزاء حتى يوم الجمعة 20 نيسان ابريل بتمام الساعة 5:30 بعد الظهر بتوقيت بيروت. ويبقى عندنا السبت والاحد اللي هن 21 و22 نيسان، القمر رح بيكون موجود ببرج السرطان. الحدث الاهم بهيدا الاسبوع انه الشمس تنتقل من برج الحمل إلى برج الثور يوم الجمعة 20 نيسان أبريل بتمام الساعة 6 صباحا بتوقيت بيروت. هيدا الأسبوع إذا مثل ما مبين التنين منتصفه، أو خلينا نقول نصه بالقمر برج الحمل، بعدين عنا برج الثور، القمر برج الثور الثلاثة والأربعة، الخميس والجمعة القمر برج الجوزاء، والسبت والأحد إذا القمر موجود ببرج السرطان. وعطلة الأسبوع خلينا نقول الجمعة السبت والأحد الشمس رح بتكون ببرج الثور، وهذا أمر ممتاز للأبراج الترابية. بهيدا الأسبوع كوكب الزهرة يتنقل في برج الثور حامل المفاجآت الحلوة لمواليد العشرية الثانية من برج الثور، وفي عنا بهيدا الأسبوع الثانية الثالثة يعني، وفي عنا بهيدا الأسبوع تقدم حركة عطارد من بعد ما كانت تراجعية، ونحن بنعرف انه بس ما يكون عطارد ميركوري يتراجع ان ريتروغريد بصير في عنا شوية تأخير بشكل عام عن كل الأبراج، لا سيما مواليد برج الحمل لأنه يتراجع في برج الحمل تحديدا النصف الأول من العشرية الأولى ببرج الحمل. إذا يتقدم ميركوري عطارد في برج الحمل وتبلش الأمور تتسارع عند الوتيرة لا سيما عند مواليد برج الحمل. لازم تعرفوا أنه كوكب المريخ لا يزال يتقدم في برج الجدي في النصف الثاني من العشرية الثانية، جوبيتر يتراجع في برج السكوربيو العقرب، في عنا كوكب زحل في هيدا الأسبوع يتراجع كوكب زحل في برج الجدي، وبلوتو طبعا موجود في برج الجدي، في عنا أورانوس في برج الحمل ونبتون في برج الحوت. شو في عنا أيضا بهيدا الأسبوع؟ هي هي كل المواقع الفلكية. قمر جديد، حكينا على القمر الجديد رح بيكون ببرج الحمل، وفي عنا محور القمر في يتنقل في برج الأسد. هيدي هي إذا كانت المواقع النجوم لهيدا الأسبوع من 16 نيسان أبريل ل 22 نيسان أبريل. خلونا نبلش إذا مع الأبراج برج برجو. برج الميزان هيدا أسبوع مهم مقسوم إلى قسمين، تنين تلاتة الأربعة والخميس، وبسبب وجود الشمس ببرج الحمل بعدك أنت تحت الأضواء بطريقة بتسائلك، يعني تستفهم منك، بتحطك أمام تحت الأضواء وتحت ظروف شوي صعبة فقط لحتى نوعا ما تاخد منك يلي بتقدر أنت تعطيه، وأيضا تمتحن نقاط ضعفك. التنين يلي هو في عنا قمر جديد ببرج الحمل يلي هو البرج اللي عم بيعاكسك، في احتمال انه يكون مولود برج الميزان ان كانت اعصابه متوترة او حاسس حاله انه بحالة قلق
لأنه في عنده يا موعد مهم، يا أما في عنده اجتماع مهم، يا أما عنده امتحان صعب، ففقط حتى الساعة 12 الظهر توقيت بيروت، بعدين بتختفي هالأجواء المتوترة وبتنتقل إلى مرحلة فيها شوية ارتياح نوعا ما، وبتعطيك وبتفسح لك في المجال لحتى تقرب وجهات النظر وتطلع من أي خلاف أنت موجود فيه. إذا تنام بعد الظهر، الثلاثة والأربعة يومين مناسبين لحتى أنت تتابع أمورك بكل هدوء بكل رواق، ويكون معك أشخاص بيساعدوك بيفهموك وبيحاولوا ضروري أنهم يشتغلوا لحتى تتجنب أنت الوقوع في أي مشكل. يمكن حتى الثلاثة والأربعة تكون عم تشتغل على بعض الأوراق الإدارية، يمكن تكون مصرفية، يمكن تكون يمكن تكون إدارية بمعنى قانونية مثلا، مالية، فاشتغل فيها مع أشخاص اختصاصيين. الأربعاء بعد الظهر تحديدا الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت بيوصل الأمر لبرج صديق لك، برج الجوزاء، وتتحسن الأمور بشكل كتير كبير، وتستمر هالأمور الحلوة يوم الخميس ويوم الجمعة. هي يمكن تكون من أفضل الأيام، أكثرها حظاً، أنت تتمتع بإشراقة كتير حلوة، في تفاؤل، في تحسن، في نجاحات، في انفراجات، وهنالك نوع من تغيير تلمسه بالأجواء لصالحك، وكأنه خصمك فجأة اختفى، وكأنه المنافسة فجأة اختفت، وهنالك نوع من تقدم وتطور بانتظارك بيخدم مصلحتك وشغلك، وكل هالمشاريع اللي كنت عم تشتغل عليها بتبلش تتقدم. من أجمل الأيام بانتظارك إذا مولود برج الميزان. أما السبت والأحد فبيرجع شوي مولود الميزان بيشعر أنه هو رجع تحت الأضواء، ورجع يشوف أنه في مسائل منها الأدي سهلة بحاجة إلى اهتمام منه، وأيضا مطلوب منك تكون حاضر 100%، لأنه نوعا ما المسائل اللي معقول تبين السبت والأحد تستفزك، يمكن من خلال شخص عزيز على قلبك بيستفزك بيتحداك، من خلال يمكن مواجهة، مش لأنه أنت أوضاعك منا جيدة، أوضاعك كتير جيدة صارت، لكن الأسلوب اللي أنت بتتعامل معه ضروري يكون دبلوماسي، وأنت معروف بهيدي النقطة. فبشغلك بعملك بحياتك الاجتماعية بدك تطول بالك السبت والأحد لحتى ما تزعل حدا أو حدا يزعل منك. بهيدا الأسبوع الأكثر حظا هي مواليد 12 ل 19 أكتوبر، وهنالك معاكسات من كوكب أورانوس، ومطلوبكم طولوا بالكم مواليد 21 و 22 أكتوبر تشرين الأول.